الإعلان على التدشين ديال مستشفى محمد السادس في مالي باباكو. مصحة محمد السادس للرعاية ما قبل وبعد الولادة تعد أحد المشاريع الاجتماعية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس كامل العناية والاهتمام منذ وضع جلالته حجر الأساس لتشييدها في فبراير 2014. أشكر جميع المتدخلين والجهات الفاعلة لوضع هذا المشروع ونحن سعيدون جدا به. الطاقة الاستيعابية لهذه المصحة تبلغ 79 سريرا و5000 ولادة في السنة مع إمكانية إجراء نحو 2000 عملية ولادة قيصرية واستقبال 1400 حالة سنويا تخص العلاجات المكثفة وإنعاش الأمهات واستقبال 470 حالة سنويا في تخصص طب الأطفال حديث الولادة وإنعاشهم. هاد المستشفى اللي كيمولوا يعني اكيد تمويل عمومي مغربي ما تعطاتش التفاصيل ديالو، ما تعطاتش المصادر ديالو، ما تعطاتش الافاق ديالو، كيتعطى فقط انه راه المغرب شايط عليه الخير. يحب هذا لو ان هذا الخير هذا اللي شاط باش يمشي لمالي ويمشي لاماكن اخرى كان تصرف على الحسيماوي، داروا فيها السبيطار اللي كانوا كيطالبوا به المواطنات والمواطنين وما نوصلوش للآفات اللي تبعات والسنوات الطويلة ديال السجن اللي باقي كيقضيو فيها خيرة الشباب الريفي في المعتقلات.